المدرسه انت كتشوف دابا اختي كلشي تزاد في المغرب، كلشي تزاد، لا كتوبه لا خميره لا خبز لا يديك لا يخلي، كلشي تزاد اختي. اختي دابا حنا في كتوبه دابا خدينا الضفاتير كداو، هادي راه واحد 5000 ريال ولا 6000 ريال ديال الضفاتير. عاد خلي المطابيع، عاد خلي الشكاره، عاد خلي الطابليه، عاد خلي السبرديه، وكل هادشي الله. انا ما خدامين ما ردامين اختي، فهمتيني؟ كنتلصقوا مع وليداتنا وكندبروا من هنا ومن هنا، فهمتيني؟ ما جابش الله، حنا كنتحطوا حنا مع وليداتنا، نبيعوا مره السردين، نبيعوا مره البطاطا، نبيعوا مره هادي وهادي، نكبروا هاد الوليدات هاد. وهاد المغرب راه كذب عليك، راه ما كاين حتى شي حاجه، كلشي تزاد، بطاطا 160 ريال، مطيشه 160 ريال. اش تخلي لك ما تشري كتوبه؟ دابا واش توكلهم ولا تشري لهم كتوبه ولا اش كدير؟ اش كتصور 40 درهم في النهار 1000 ريال؟ يلا قول لي كادر 40 درهم 1000 ريال في النهار شنو دير؟ توكل بها وليداتك تشري بها الكتوبه شنو دير بها؟ انا راه ضعيف، لا اله الا الله محمد رسول الله. قتلونا اختي والله، قتلونا وقتلونا من المزيان. السيار وكذا اللحم 90 درهم، الدجاج 500 ريال، كتوبه دابا كتشوفي انت 5000 ريال ديال الضفاتير، خلي المطابع عاوتاني واحد 5000 ريال، الشكار ب 400 درهم، تشوف دابا الشكار، الشكار اللي حطيتي عليه يدك 400 600 درهم. يا لهاد البنت هادي كنديرو لها حنايا باش نشريو لها الشكار، مشكل والله الا مشكل اختي، بالله مشكل ومشكل عويص في هاد البلاد هادي. الكتاب ديال 20 ورقه كان 30 ريال ولا ب 60 ريال، الكتاب ديال 100 ورقه ولا ب 180، هادشي بزاف. انا بعدا ما نقريش بلادي بهاد الكتوبه، حتى خاصني نمشي نسرق باش نشري كتوبه، حشومة عليهم بزاف. هاد العام غالي بزاف، ضلنا بصحتنا، اي حاجه تنجبدوها تيقول لك تجيب معك 100 درهم ولا 4000 ريال تشري بها جوج قلم، ما جوج ستيلويات تيقول لك 4000، حشومه بزاف حشومه. والدرويش ما يعيش، الله ما يعيش. بحال العام الاخر، ثلاث العام بحال بحال، غير مقررات بعض المرات كيكونوا مش بحال ديال العام الاخر، فهمتيني، كتبقى تقلب عليهم ما تتلقاهمش. هذا هو المشكل. دابا انا خاصني نمشي مقررات ما لقيتهمش، باقي كنقلب عليهم. هذا هو ما الدخول بحال العام اللي بحال العام الاخر، بحال هذا العام بحال بحال، ما كاينش شي فرق نهائيا. وعندي المثال جوج كيقراو بريفي، والوليد حنا دابا كنتقاتلوا معاهم، وراك عارف التجاره راه شويه غير على قد الحال، والله يجعل البركه. بنادم راه غادي، بنادم لا كانت القناعه راه كاين كل شيء. كيف جاوك الاثمنه؟ الاثمنه بحال بحال، ماشي ما كاينش شي فرق بزاف، ما كاينش شي فرق بزاف، بحال 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 العام الاخر، بحال هذا العام بحال بحال، ما كاينش شي ثمن غالي. ويمكن فرق ديال بحال هكا كتلقى شي مقرر فرق ديال 20 درهم 30 درهم، ما كاينش بزاف فهمتيني. وبنادم على حسب القدره الشرائيه ديالو، صافي كله كيمشي على قد الجهد ديالو. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للادوات، ادوات راه الناس غدا كلشي مدور. بالنسبه للشكاير والمحفظات وكلشي راه غادي، بنادم راه غادي على قد الحال، غادي كيمشي شويه شويه وصافي، الله يجعل البركه. هذا اللي كاين. عندي جوج وليدات وكاري والدراري المدرسه، الكتوبه غاليين، كلشي غالي. انا راه غادي مع الوقت تنبيضرو والسلسله ما كايناش، كاين هادشي اللي كاين. الله يسلمك، كلشي غالي، كلشي هاد الوقت هادي ما تشوف بعينك وما تلحقش ليهم. انا وليدات خاصهم ليا الشكار، كان خاصهم ليا قرر تنقري مع الشكار ديال العام اللي فات. وشكون الشكار تيقول لك 6000 7000، والدري اللي شافها بغاها. ايوا انتو على الحالة تشوفي فيها، هادشي اللي كاين راه كلشي غالي. انا الله جيت، انا الله عطيت للمولم كتابة غادي يجمعوا لي شو داكشي عاوتاني، شحال كاين ديال الكتوبة وشحال، جيت نتسلفو شي غنشري، باش مشي عند الدري تفرحو. ما يمكنش عند الدري تقول له ما كاينش الكتوبة، والدري غيقرا، لو قلت له ما كاينش الكتوبة والدري غيقرا، ما يمكنش. ايوا راه الوقت راه خصنا حنا يزيدونا في الخدمة ويزيدونا بزاف د الحوايج. وا الله يشوف من حالنا، هذا هو الشيء اللي كاين.